أشار مركز دعم المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء أبرز المعلومات عن مشروع الضبعة النووية. المزيد في العرض المعلوماتي التالي. قررت السلطات المصرية فتح معبر رفح في الاتجاهين اعتبارا من غد السبت ولمدة 4 أيام، وذلك للسماح بعبور الطلبة والحالات الإنسانية والعالقين. هذا وقد توجه السفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح بالشكر للرئيس السيسي، مشيرا إلى حرص الرئيس الدائم على تخفيف المعاناة على أبناء الشعب الفلسطيني. لقي 3 أشخاص مصرعهم بعد سقوط طائرة تدريب مدنية بالطريق الإقليمي بالمنطقة الصحراوية تجاه شرق بحيرة قارون بمنطقة قصر الصاغة. وأفادت مصادر بأن الطائرة كانت تحمل مدرب طيران وطالبين، ويرجح أن يكون السبب هو عطل مفاجئ وتم نقل الجثث لتسليمها لذويهم. تمكنت قوات المنطقة الغربية العسكرية بالتعاون مع عناصر حرس الحدود من ضبط سيارتين بداخلهما عدد كبير من الأقراص المخدرة ومبلغ مالي كبير، فضلا عن ضبط كميات كبيرة من عبوات السجائر المسرطنة ونحو 2000 علبة مستحضرات للتجميل مغشوشة. هذا وتواصل قوات المنطقة الغربية العسكرية جهودها في تأمين الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد كافة عناصر التهريب والهجرة غير الشرعية والعناصر الإرهابية. استقبل الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وزير السياحة يحيى راشد وبصحبته وفد المؤسسة المسؤولة عن ملف الزيارات المقدسة بالفاتيكان، وقال الطيب إن البابا فرانسيس محب للسلام، وهو ما يبعث على الأمل في إمكانية تحقيق سلام حقيقي في العالم أجمع بفضل التعاون مع المخلصين أمثال البابا. وأضاف أن مصر تفتح الآن أبوابها لكل أتباع الديانات من جميع أنحاء العالم، معربا عن خالص تهنئته لقداسة البابا فرانسيس وجميع المسيحيين في العالم بمناسبة قرب أعياد الميلاد. من جهته عبر وفد الفاتيكان عن سعادته بوجوده في أكبر وأهم مؤسسة إسلامية في العالم، مؤكدين أن فضيلة الإمام الأكبر وقداسة البابا فرانسيس يتطلعان بمسؤولية كبرى بترسيخ السلام العالمية، وهما على قدر هذه المسؤولية. تواصل مؤسسة بكرة لينا فعاليات مبادرة الشباب ضد الغلاء في أحياء محافظة القاهرة لرفع العبء عن المواطنين في المناطق الأكثر احتياجا. تحت عنوان مبادرة شباب ضد الغلاء، تواصل مؤسسة بكرة لينا مصر أولا وأخيرا فعالياتها داخل أحياء محافظة القاهرة. المبادرة شهدت إقبالا كثيفا من جانب المواطنين على شراء السلع والمنتجات المطروحة في منافذ البيع، فيما تواصل المؤسسة إطلاق المبادرة في جميع المحافظات للتيسير على المواطنين. منسق عام محافظة القاهرة محمد عمار أكد أن هدف المبادرة هو التصدي لجشع التجار، لافتا إلى أن العديد من التجار بادروا بتخفيض أسعار سلعهم استجابة للمبادرة. إحنا هنا عندنا الأسعار، لقينا إن في فرق في الأسعار جامد جدا، يعني مثلا بالتلاتة وأربعة جنيه في الكيلو بالنسبة للبصل والقوطة والخضار، وفعلا لقينا إن إحنا بقالنا من نص نوفمبر في الحملة دي أو أول نوفمبر، لقينا فعلا حصل تقليل في أسعار طبقا للسوق، يعني السوق ذات نفسه ابتدى التجار تبقى مش عارف إحنا عايزين في أي حي النهاردة أو في أي الشيخة أو في أي منطقة في القاهرة، فبتفوجئ إن إحنا ابتدت هي ذات نفسها تعيش فرق السعر الجامد يعني.
ومن جهته قال الأمين العام لمؤسسة بكرة لينا رامي نجيب أن المبادرة تستهدف كل فئات المجتمع وليس فئة بعينها، لافتا إلى أن السلع المعروضة ذات جودة عالية. فإحنا بنستهدف كل فئات المجتمع. خلي بال حضرتك كمان في ناس اللي هم الفئه المتوسطه او الطبقه المتوسطه اللي موجوده في الدوله برضو ابتدت تعاني شويه طبعا لظل الظروف الاقتصاديه اللي احنا بنمر بيها والمؤامرات اللي بتحصل على الدوله المصريه، فابتدوا يتاثروا برضو، فبنحاول كمان نجيب منتج عالي الجوده عشان خاطر كل الفئه تستفاد منها. المبادرة لاقت ردود أفعال إيجابية من الأهالي الذين أشادوا بجودة السلع المعروضة للبيع وانخفاض أسعارها مقارنة بالأسواق. حضرتك أنا الصبح نزلت السوق اشتريت القوطة بستة جنيه، هنا بتلاتة ونص، وهنا أنت بتنقي البياع في السوق ما بيخليكيش تمدي إيدك على حاجة، تمام؟ وهنا السلع متوفرة وكويسة، ويعني يا ريت يمشوا في المبادرات دي في كل الشيخات اللي في الدوائر كلها. هو مبادرة جميلة جدا يعني مختلفة، وفي حاجات الفروق بينها وبين السوق بسيطة، وفي حاجات الفروق كبيرة يعني. هو القطة رخيصة شوية عن السوق، القطة ب 4 جنيه هنا ب 3 ونص، البصل 3 ب 10 هنا 4 ب 10، الخيار مرتاح شوية عن السوق يعني، الأسعار مريحة شوية عن إيه؟ عن السوق اللي عندنا. جهود حكومية وشعبية تتضافر من أجل رفع العبء عن المواطن البسيط ومحدود الدخل في ظل إجراءات الإصلاح الاقتصادية لتحقيق نمو واستقرار اقتصادي بهدف تحسين دخل فئة تحملت الكثير ولكنها قادرة على مواجهة التحديات. أكد وزير التجارة والصناعة طارق قابيل أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية حاليا ساهم في استعادة ثقة كافة مؤسسات التمويل الدولية في الاقتصاد المصري كأحد الاقتصاديات المحورية والواعدة بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا. وأشار قابيل إلى أن مؤسسة التمويل الدولية تدرس زيادة برامج التمويل المخصصة لمصر للاستثمار بالقطاع الصناعي. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع وفد مؤسسة التمويل الدولية برئاسة سيرجيو بيمينتا مدير إدارة الصناعة والتصنيع الزراعي. استقبل وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد سعيد العصار سفيرة البرتغال في مصر مادلينا فيشر بمقر الوزارة لبحث سبل التعاون في مجالات التصنيع المشترك بين البلدين. واستعرض العصار مجالات التصنيع العسكرية والمدنية لشركات الإنتاج الحربي والمشروعات القومية التي تشارك بها الوزارة، معربا عن تطلعه لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك وتبادل الخبرات. كما دعا العصار خلال اللقاء بالشركات البرتغالية لإرسال الوفود الفنية للتعرف على الخبرات التصنيعية المتوفرة بالشركات الإنتاج الحربي المصرية. من جانبها أشادت السفيرة بدور الإنتاج الحربي في دعم الصناعة معربة عن رغبتها في توطيد العلاقات، وذلك من خلال عقد شراكات جديدة بين شركات بدولة البرتغال وشركات الإنتاج الحربي في شتى مجالات التصنيع المختلفة. أكدت وزيرة التخطيط هالة السعيد أن الإصلاح الإداري من أولويات الحكومة، وأشارت السعيد إلى أنه تم الإعلان عن جائزة التميز حيث ستصبح جائزة سنوية لتعزيز المنافسة بين المؤسسات الرسمية والموظفين. وفي كلماتها خلال الاجتماع الوزاري بين منظمة التعاون الاقتصادية والتنمية والاتحاد الأوروبي، قالت وزيرة التخطيط أنه تم إنشاء لجنة التنسيق الوطنية لمنع ومكافحة الفساد إلى جانب إنشاء نظام فعال في تخطيط البرامج ورصدها وتقييمها، وذلك في إطار تحسين إدارة الاستثمارات العامة. مستمرون معكم على رأس كل ساعة.